سبب جد منطقي بزاف هو اولا ان التمريض كمهنه خاصك تكون متفرغ ليه يعني 100% في وقتك علاش غايه غادي تجيك الحراسه غادي تخدم بالليل أه تقدر تخدم بالنهار أه دونك غادي انا معروف انني كنت كنخدم وانا صغير باقي كنقرا كنخدم أه يا بالليل سوا بالنهار أه علاش وكان عندي الاختيار الاول هو الموسيقى لان اولا نهضروا ماديا ماديا غطت لي جميع ماشي جميع زعما 91% من المتطلبات ديالي غطاتهم ليا التمريض آه، التمريض انا كنحبو حتى هويا ميت هو فيه صعوبات نقدروا نقولوا الصعوبات اللي في التمريض اكثر من الصعوبات اللي في المجال الفني الصعوبات اللي في المجال الفني كبيره آه، ونخلوا هذه الصعوبات بين قوسين فيها فيها مسائل يعني نقدروا نقولوا كتوقع غير اخلاقيه أه وبزاف د الحوايج يعني كتكون انك مجبر دير أه بلا ما ندخلوا في التفاصيل ما عنديش مشكل ندخل في التفاصيل تقدري تمشي للكلينيك تهزي الميكرو ديالك تدخلي تشوفي الناس اللي مثلا واحد داير اوبيراسيون هو عنده قرعه بيطادين انت خاصك تقيد عليه سبعه دونك هذه مبادئ أه بلاش بل أه ما نفتحوا هذا القوس اللهم كتجي كتادي كتغني كتلقى حب الناس حب الجمهور وكتمشي في حالة تكون ناشط علاش لا بالعكس انا باقي كنقول لك الام ديالي خدات بيدي هي في الاول آه كانت باغياني يعني, يعني ندير هكا حاجه ثانيه يعني ما نمشيش فيها ناخذها كمهنه يعني بوحديتها لاننا عارفين ان الفن في المغرب ما تيوكلش الخبز هذه اول حاجه ملي آه مشات كتشوفني كتقول لي يا نبيل لا هذا ما تكثرش عشان نقول لك راه باقي عندي 13 عام ديك الساعه مع مع مولاي العلوي السلسولي الله يذكره بخير كنمشيو للمهرجانات ديال الملحون ما خلينا لك أن كنا كنسافروا وكان ملي كتسافر للمهرجان وكان كتكون الطريق بعيده كنت تقدر تغيب سيمانه هذا 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 يكذب عليك كذاب المجال الفني غادي يدير لك واحد الصعوبات في الدراسه ديالك مي خاصك تضحي شويه الحمد لله انني زعما كملت في قرايتي ووصلت لذاك الشيء اللي كنت باغيه أه والبيت الام ديالي الرغبه ديالها ما يقولوش زعما راه ما قراش ومشى خرج ضلع عوجه تيقولوا الناس ان ماما شيخه أه ماما ماشي شيخه هي شوف نقولك واحد الكلمه ماما ماشي شيخه ماما كتهوى كت الفن مي ما نكذبش عليك كو كانت ماما شيخه زعما ماذا بيا تكون ماما شيخه لانني شوف حنا في اسفي كنعرفوا قيمه الشيخه وكنعرفوا اشنو هي الشيخه على حقيقتها دونك الا كانت ماما شيخه ما عنديش مشكل بالعكس غتفيدني وفيما غادي نمشي أه نستفسر على شي حاجه غنمشي عند ماما بلا ما نبقاو نمشيو زعما وناخذوا مسافة طويله وكنحيي جميع شيوخ العيطه اللي ما عمرهم بخلوا علينا ولو بشويه اي تساؤل ولا اي زعما مصطلح وحلتي فيه كتمشي عند الشيوخ ديال العيطه وكيستقبلونا بصدر رحب وهما كنعتبرهم بمثابه الوالدين ديالي صراحه. ما شوف ما كنظنش كاينه منافسه لان علاش كل واحد والبصمه ديالو كل واحد شوف نقولك واحد الحاجه كل واحد شنو تيعشق مثلا انت كيعجبك البنان انا تيعجبني التفاح البوعويد كل واحد كل واحد شنو تيعجبو من ناحيه المنافسه كل واحد كنشوفو انه عنده رزقو وكل مره كنشوفو فنان يعني كينجح في واحد الستيل ديالو من ناحيه المنافسه هادشي علاش خاصنا نكونوا دائما متجددين ونعطوا الجديد دائما باش ما يكونش عندنا منافس هاد التناقض عايشينو من قبل انت يا غتعيرني ولا هذا خويا شوف عرساتكم كتمشي كتحضر لهم فيهم الناس كيغنيو انت يا التليفون ديالك ما يمكنش اغلب 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 المغاربه ما, تل... ما يمكنش ما تلقايش عنده في التليفون ديالو اغنيه الا واحد الفئه قليله وعلاش التناقض كامل وهذا مشكل كانوا طرحوه لا لا اضطرنا المصطلح العيطه بين قوسين كانوا الشيوخ القدام تيقولوا علاش زعما الشباب ما كيتجهوش لهذا الموروث ديالنا غادي يضيع من ملي جينا نشوفوا لقينا اننا حنايا عندنا واحد عشان لك بحال هذا الفن الكبير هو غني علينا وكنشوفوا حاليا ان اجانب ولاو باغيين يستعملوه ولكن نظرا للصعوبه ديالو ما يعرفوا لي غير المغاربه كتلقاه تيقول لك على الشباب ما كيتجوش للعيطه، الشباب ما كيتجوش للعيطه اولا لاننا حنايا ملي كنشوفوا واحد الاغنيه داخله انا كنأدي بزاف ديال الالوان ماشي كنطعن في لون غنائي كنشوفوا واحد الاغنيه مثلا الشرقية ولا هذا ولا هذا كنستقبلوها بالاحضان وتقدري ترجعي للباج ديالي تشوفيني كنأدي الوان اخرى نتحداك تلقى انتقاد واحد وهذه المساله كنأكد عليها وكان أطر عليها في بزاف ديال المرات هذا آه زوين هذا هذا ملي كنديروا شي حاجه ديالتنا حنايا علاش زعما ما فهمتش بواحد كينتقد كي وهذا والمشكله انك انت اول واحد كتنوض تشطح ما فهمتش شوف نقول واحد الكلمه بغيتي نسمي لك كاع اعلام في الاغنيه العربيه وفي الاغنيه المغربيه خدموا في كباريهات وباقي لحد الان تيخدموا في كباريات وكاين بزاف ديال الفنانه الحاليه اللي واصلين وضاربه الشهره ديالهم في العالم وتيخدموا في كباري تحت اسم مطعم وتقدري تشوفي في مثلا الفيديوز اللي كيصيفطوا على لا بيبليسيتي نتلاقاو في مطعم هو غير كاباري يعني شوفي اه يمكن نقولوا ان الدخل الاول للفنانه هو النوادي ماشي الكباريهات المطاعم النوادي اه ما ما نقدرش ناخذ العلب الكباريهات مثلا انها راه فيها شي حاجه راه كاين وكاين بيان سور كاين حوايج خايبين ماشي ما كاينش كاين حوايج خايبين بزاف كاع مي كتحاول انك انت ترسم واحد الحدود ولكن انت راسم واحد الحدود أه ما كاينش شي واحد غادي يقدر يتعداها <applause> نبداو بالخايبين ولا بالزوينين نبداو بالخايبين باش نبداو بالخايبين شوف شوف باش نكونوا باش تكون عندنا المصداقيه أه هذا المجال غتعرض فيه للتحرش غتعرض فيه للتحرش غتعرض فيه للمضايقات أه اه تعرضت كلا الجنسين كتعرض للتحرش حتى الدراري كيتعرضوا للتحرش وخصوصا في هذا المجال ديالنا يعني ودابا كي كيصيفطوا لي بزاف الناس لأنك يقول لي شفناك في الانترفيوز ديالك كتهضر على الكباريات انا ماشي كنجمل الصوره راه اي حاجه عندها صعوبات وعندها ايجابيات وعندها سلبيات لا بغيتي تخدم في هذا الدومين وتكمل فيه خاصك اولا تكون عارف راسك شنو باغي تكون كتقن بزاف ديال الالوان الموسيقيه خصوصا في قلت لك العلب الليليه خاصك تكون كتقن بزاف ديال الالوان الموسيقيه عرفتي ولا الا جا شي كلاينت وطلب لك مثلا شي طلب وانت ما حافظوش قمه الادلال يعني خاص يكون عندك واحد الباجاج كبير خاصك تكون كتعرف تتعامل مع بزاف ديال العوائق 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 مثلا كيف ما قلنا تحرش أه، تقدر تجيك مضايقات ابار تحرش مضايقات شي واحد يقول لك شي كلمه ماشي هذيك، دونك داك الانفعال خاصك تكون محيد وتكون عندك واحد البرود في النفس، أه، اش نقول لك؟ لان هذا الشيء داخل في خدمتك خاصك تعلمه. الحاجات الزوينين الحاجات الزوينين اش غنقول لك؟ ما نجملوش عاوتاني الطريق كتكون عاوتاني كيجيوك لي كادو، كيجيوك ميساجات زوينين، أه، مثلا كيجيوك عزومات عند مع ناس مع احباب، أه، والموسيقى كتعرفك يعني بناس صراحه كيف ما غتعرفك بواحد على حسب انت فين مشيتي بهذه الموسيقى ديالك تقدر تعرفك بناس خايبين تقدر تعرفك بناس زوينين الحمد لله انني عرفتني بناس زوينين ما نكذبش عليك واللي نفعوني في حياتي <applause> كلمه اخيره كنبغي نحيي كاع المتتبعين ديال قناه الدار اكيد وكنشكركم كاملين كاع الناس اللي كيبغيونا وكاع الناس اللي كيحبونا وان شاء الله ديما ترقبونا في حله جديده ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي